والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. الأسرة المسلمة الأولاد ثبوت النسب تابع من ادعى الى غير ابيه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعظم الناس فدية لرجل هاجى رجلا فهجى القبيلة باسرها ورجل انتفى من ابيه وزنى امه. انكار الولد. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان كل مستلحق استلحق بعد ابيه الذي يدعى له ادعاه ورثته، فقضى ان كل من كان من امتي يملكها يوم اصابها فقد لحق بمن استلحقه وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره. وإن كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق به ولا يرث، وإن كان الذي يدعى له هو الدعاه فهو ولد زنية من حرة كان أو أمة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفر بامرئ ادعاء نسب لا يعرفه أو جحده وإن دق. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من اليمن فقال إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولد، وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فقال لاثنين منهما طيبا بالولد لهذا فغليا، ثم قال لاثنين طيبا بالولد لهذا فغليا، ثم قال لاثنين طيبا بالولد لهذا فغليا، فقال أنتم شركاء متشاكسون إني مقرع بينكم، فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا الدية، فأقرع بينهم فجعله لمن قرع، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه أو نواجذه.